فعلى بركة الله متابعي قناة الشوف تي في، حبيكم معنا في هذا البث المباشر على قناة، وألف تحية للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب، وإليكم الحصيلة اليومية مباشرة من إقليم تازة. بالنسبة للحالات المؤكدة بالمملكة المغربية، فقد سجلت 109 حالة إصابة بالكوفيد 19 من تابعي القناة شوف تي في، ليصل مجموع عدد الإصابات 523999 متابعي الكرام، ليصل عدد الوفيات هذا اليوم 2 حالة وفاة، أما المتعافين ف 314. بالنسبة للمجموع الإجمالي للوفيات ف 9213 حالة وفاة، أما بالنسبة للمتعافين ف 511440 متابعي قناة شوف تي في. المزيد من الحيطة والحظر، المزيد من التدابير الاحترازية، المزيد من وضع الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. اما بالنسبه للحالات الخطيره او الحرجه فالعدد الاجمالي 214 الحاله خطيره او حرجه، اما الحالات الجديده في 24 ساعه الاخيره فهي 18 الحاله متبقه شبه خطيره وحرجه، ومجموع الحالات بالتنفس الاصطناعي الاختراقي 3 ديال الحالات، الاجمالي الحالات تحت التنفس الصناعي عبر الاختراقي ف 107 الحالات تبع قناه الشوف تي في. واعيد عليكم بالنسبه للحالات المؤكده ف 109 الحالات متبع قناه الشوف تي في، و بالنسبه للاجمال ف 523 الف 523999 حصيلة كوفيد 19 يوم 14/6/2021 متابعي قناة الشوف تي في. بالنسبة للجهة فاس مكناس فمجموع الحالات 9 حالات متابعي قناة الشوف تي في، 8 حالات بفاس وصفر حالة إصابة وفاة، ومحالة واحدة بمكناس وصفر حالة وفاة متابعي قناة الشوف تي في. المزيد من الحيطة والحذر، المزيد من ارتداء الكمامات ومسافة الأمان متابعي قناة الشوف تي في. بالنسبة للمستفيدين والمستفيدات من التلقيح، فالجرعة الأولى 9,365,000 مغربي و 541، بالنسبة للجرعة الثانية ف 7 ديال الملايين ف7 الملايين 324,256 مغربي متابعي قناة شفتي. واعيد عليكم بالنسبة للحالات المؤكدة فوصلت إلى 109 حالة إصابة لهذا اليوم، ليصل مجموع حالات الإصابة بالمملكة المغربية 523,999 حالة الوفيات 2 حالات، ليصل المجموع 9,213 حالة المتعافين 314، ليصل المجموع 511,440,000 متابعي قناة شوف تي في. بالنسبة لجهة فاس مكناس فسجلت متابعي قناة شوف تي في 9 حالات بفاس مكناس، 8 حالات بفاس وحالة واحدة بمكناس، أما متابعي القناة بالنسبة للحالات متابعي قناة شوف تي في ديال الإصابة بإقليم فاس فثماني حالات وبمكناس وحالة وحيدة وصفر حالة وفاة متابعي القناة، فالمزيد من التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. وأعيد عليكم بالنسبة للمغاربة اللي خذوا اللقاح ديالهم الجرعة الأولى 9,365,541 مغربي خذوا الجرعة التلقيح الأولى، بالنسبة للجرعة الثانية ف 7,324,256 متابعي قناة شوف تي في. وأعيد عليكم المزيد ثم المزيد ثم المزيد من التدابير الاحترازية، المزيد من وضع الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. فمجموع الحالات الإجمالي 109، تجاوزنا عتبة 5000 إصابة و 4000 إصابة و 3000 إصابة، أصبحنا نسجل 109 حالة إصابة، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء متابعي القناة. من قلب إقليم تازة سجلت هذا اليوم 0 حالة إصابة متابعي القناة ولله الحمد. ونذكركم المزيد من وضع الكمامات ومسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. شكر خاص للمغاربة على التوافد ديالهم لمراكز التلقيح، حيث سجلت الجرعة الأولى 9,365,541، الجرعة الثانية متابعي قناة أو الدوزيام دوز ف 7,324,256 متابعي قناة شوف تي في. من قلب إقليم تازة ما عسانا أن نقول اللهم ارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. ألف تحية لكم من هذا المنبر، من قناة شوف تي في، إلى اللقاء.